نعم، يعني في جانب الحماية هناك يعني عديد من الأنظمة العربية، أجهزة أمنية سواء أو وزارية أو حكومية، يعني قمنا يعني بالتعاقد معها في عدة أعمال، لكن يعني ما نقدرش نصرح بهم يعني كليا، لكن يعني نقدر نصرح ببعض فقط. مثلا اكتشاف ثغرة في موقع شرطة دبي، وهذا الأمر انتشر يعني في الإعلام معروف، وطبعا يعني راسلتهم وراسلوني أيضا برد إيجابي ومتقن يعني من طرفهم، وتمكن يعني حماية يعني اكتشاف الثغرات الموجودة كانت يعني في الشبكات من عام 2010 لغاية الآن. وأيضا يعني العديد يعني من الشركات الأجنبية ربما اكتشفوا شهادة توهم، أيضا دولة أخرى هي من أوروبا وبلا ما نذكر يعني الجهة شكون، يعني قمنا يعني ب أيضا تطوير يعني نظام حماية لديهم، وهي مؤسسة معروفة في مجال المالية.